السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه شفاء للناس. يا رئيس هذه الحفلة الثقافية الإسلامية المباركة الميمونة، والقضاة الماهرون، والمستمعون الأعزاء، يسعدني أن أرحب بكم ترحيبا حارا، وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، إني قمت أمامكم لأن ألقي عليكم كلمات مهمة حول موضوع قواعد مهمة في باب الأسباب، وبتوفيق الله سأبين كلماتي حسب استطاعي إن شاء الله. قواعد مهمة في باب الأسباب. أولاً، اعتماد الفاعل للأسباب يجب أن يكون على الله عز وجل لا على السبب نفسه، لأن الله عز وجل هو مسببها وموجدها. ثانياً، أن يعلم أن تلك الأسباب مرتبطة بقضاء الله وقدره. ثالثاً، طرق إثبات أن الشيء سبب اثنان. الأول، عن طريق الشعر، مثاله العسل سبب للشفاء، ودليله قوله تعالى فيه شفاء للناس. الثاني، عن طريق التجر، مثاله النار سبب للإحراق، لكن لا بد في طريق التجربة من ثبوت سببية الشيء ثباتا ظاهرا بعد مباشرته، لأن الثبوت غير الظاهر قد يكون ادعاء أو وهما، مثل الزعم أن لبس الحلق قد يدفع العين. وأخيرا، أقول لكم إن هذا الموضوع ضروري ومهم جدا في حياتنا الإسلامية، فعلينا أن نهتم ونعلم به في أسرع وقت ممكن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله، هو الله، هو الله، الله.